صباح الخير واهلا وسهلا فيكي لحلقه اليوم. اليوم رح اعمل صدر الديك الحبش اللي محشي مع الفواكه، ورح اعمل حده كمان مرقه كمان فيها شوي من الفواكه. بلش هون عندي صدر ديك حبش وزنه 500 جرام تقريبا، نص كيلو. هو من شقفتين، كنت بفضله شقفه واحده بس هلا فرجيكي كيف فيك تظبطيه. في كمان هون ثلث الفنجان كعك مدقوق، ثلث الفنجان لبن، هدول الحبش مخصصين. برجع للحشوة، في بقلب الحشوة معلقة كبيرة زيت ومعلقة كبيرة زبدة لحتى قلي الحشوة. بصلة مفرومة ناعم، تفاحة صغيرة مقطعة، 10 حبات مشمش مجفف مقطعين صغير، في ربع فنجان زبيب، معلقة صغيرة هذا بسموه قصعين يعني سيج، هذا كتير طيب مع الدجاج والحبش. هدول ناشفين، إذا عندك طازة بيكون أحسن وأحسن. في رشة كبش قرنفل بودرة، ربع فنجان عصير مش عصير مرقة الدجاج، هيدي كلها للحشوة. رح هلأ حط الحشوة على النار وبلش فيها. قبل ما أرجع أفسر لك شو في للمرقة، هون حميت النار، رح بلش حط الزيت والزبدة. ومثل ما فسرت لك قبل منسخن المقلي وبعدين منحط عليها المواد اللي بدنا نقلي فيها. بدي اول شيء بلش بقلي البصل حتى يصير طري طري لانه ما بده ينطبخ كتير بالفرن. هلا وانا وعم قلي البصل رح فسر لك على الصلصة اللي مع هالصدر الحبش. ورح تكون الصلصة فيها هوني فنجان كامل من مرق الدجاج، كمان في تفاحة صغيرة مفرومة ناعم، بصلة صغيرة ناعمة، في هوني معلقة صغيرة طحين مع معلقة صغيرة زبدة مخلوطين سوا لحتى سمك فيها المرقة تبع الحبش، وفي معلقة صويا معلقة صغيرة كمان. فإذا هلا صرنا قايلين كل المقادير وعم قلي البصلة، بدي قوي شوي النار. هي بتكون هيدي تتقلى على نار متوسطة، تقريبا بدها 7-8 دقايق البصلة حتى تستوي منيح منيح. طبعا بدك تقلبيها دايما. بعدين رح حط انا التفاح وبدنا نقليه معه، وهذا التفاح بده يستوي بس ما يهلط كتير، تقريبا بده كمان شي 5 دقايق التفاح لحتى يستوي. صار مالي تقريبا 5 دقايق على تقلية التفاح فوق البصل وصار شوي طري. بدي زد له المشمش، بدي زيد كمان الزبيب والبهارات اللي حكيت عنها قبل مثل القصعين ورشة كبش القرنفل، طبعا شوية الملح والبهار. وهلا بدي اخلطهم ليتقلوا شوي، بدي احط فوقهم مرقة الدجاج. هاي المرقة هلا رح تخلي الفواكه كلها تشربها وتنطبخ الحشوة كتير احسن. بدي غطي الحشوة، لازم هيدي تضم شي تقريبا 2-3 دقايق لحتى تنشف كل المي. صدر الحبش انا اشتريته كان هيك شقفتين، بس اذا بتشتري شقفة واحدة احسن. هيدي الصدر من فوق دايما في هون عروق بيض، هيدي بالدجاج وبالحبش لازم تنشال احسن. هو ثاقبت هذا مقصوص كمان بالنص. في عندي هلا هالشقفتين بدي لزقهم مع بعضهم. كيف بلزقهم؟ بحط هاي فوق هاي وبدي دقهم. بدي كمان هون محل القاسي دقه. هلا بدي احط على الصدر من الجهتين ملح وبهار، وبهار ابيض احسن لانه صدر الدجاج لونه ابيض حتى ما يبين بقع سود عليه.
هيدي صح الجهه اللي كان فيها الجلده قبل بدي خليها هي لجهه هون المقطع، لانه بدي احشي من جهه الجوانيه. هلا اذا بدي احشيها لازم تكون الحشوه بارده، بدي ارجع اشق على الحشوه لقيتها انه راح تنشف، بعد بدها شوي صارت طريه حتى تجمع على بعضها. هاي الحشوه حاضره، بدي هلا احطها بالصحن حتى بردها بسرعه. هلا بنيجي للصدر، خلينا نقول انه هذه صارت بارده اكثر. حطيت هون الحشوة، بدي ضب عليها بهالشكل، وتأكد انه من الجهتين فايتة مزبوط. هلا اللي بدي اعمله، بدي حط عليها لبن كله حتى ارجع غطها بالكعك المدقوق. ما قلت لك حميت الفرن انا قبل ل 180 درجة مئوية، وبدها هيدي تقريبا نص ساعة بالفرن. بدها تنشوى بصينية بهالشكل، وحاطة تحتها هيدي حتى الكعك واللبن ما يجي مع المرقة اللي تحت. بدي احط بالصينية شوية مي، تقريبا نص فنجان مي، وهلا بدي غطها بالكعك، بدي احملها على مهل. عم غطى بالكعك، هلا هيدا صار الصدر حاضر، بدي احمله حتى احطه لينخبز. مثل ما قلت لك 180 درجة لتقريبا نص ساعة. نرجع بعد نص ساعة لنشوف شو صار بصدر الحبش. هلأ لحضر الصلصة، حميت شوية زيت بالمقلي، بدي حط البصل حتى قليه، لما يتقلى شوي بحط له تفاح، بعدين بدي حط مرقة الدجاج. رح فسر لك كيف هلأ بدون ما أعمل كل الأشياء اللي بدها وقت. بعد ما تغلي مرقة الدجاج بدي زد لها الطحين والزبده سوا حتى سمكها وحركها هيك، بعدين بدي زد لها صويا صوص. بدها تغلي مغطاية تقريبا شي 5 دقائق حتى يستوي التفاح، بعدين حطيتها بالمكنه بالخلاطه، وهيدي الصوص اللي بتشوفيها هلا هون بيكون هلا استوى صدر الحبش. رح شيله من الفرن، حطوا على الجاط. واذا بتلاحظي في بكعب الصينيه اللي هو خواص الدجاج، كمان فيك تحطي المرقه فوقهم وتشيليهم لهدول الخواص مع المرقه، يعني تحطي هيدي هون بعد ما تستوي تخلطيهم معهم، وبعدين تحطيها بالخلاط الكهرباء. هلا بدي زينه بشويه البقدونس، وهيدا بدي اقول لك شغله، مش طيب تقدمي معه خضرة لأنه في فواكه بقلبه، بس كتير طيب مع البطاطا المعمولة بيوريه. وهيدا صدر الحبش المحشي بالفواكه، إن شاء الله يكون عجبك ومع الصوص تبعه. بنلتقي مرة تانية مع أكل جديدة. المقادير لصدر الحبش المشوي مع الفواكه.